ما في حدا بيقدر يعمل هيك غير الروس. ما بنقدر نعرف هالشي هلا. ابراهيم ممكن يكون له ضلع لشي فرع من فروع الاستخبارات اللي بيشتغل معه. ممكن الكي جي بي يكون وراها. بس بالاخير ما في شيء مو مفهوم بهالعملية ابدا. الروس هن اعدائنا. بدهم يتخلصوا منك مشان يفرقونا. ونحن بسبب الطريقة اللي انت خططت لها دائما منضل ساكتين ومنعطيهم فرصة. ليش انت مفكرني ضليت ساكت؟ ما حضرت الاجتماع وما كان بدك تشوفني، وقلت انك كلفت مراد ليتابع الشغلة. انا فكرتك رح تخليه يخلصنا من ابراهيم نهائيا ويريحنا منه كمان، ومشان هيك انا كتير مستغرب. انا شايف انك مستعجل، بس لاني متأكد انك بتحبني بعرف انه استعجالك امر طبيعي، منشان هيك انا مسامحك. اذا بتهاجم عدوك من دون ما تفكر وتخطط، وانت شخص فهمان اللعبة الدبلوماسية، هالشي مو لصالحك. أنا حابة أروح لعندك على المكتب. شغلي مو كتير كبير حتى تشوفي، بس بتشرفي. عنده مكتب حلو. وين بيتك؟ عم ضل كل وقتي بالمكتب، حاسه بيتي. الحياة صعبة. بعد ما تجوزنا بيوم ترك محمد المزرعة ورجع بعد 10 أيام. وقتها نام ليلة ورد راح، ورجع بعد أسبوع. مرات كان يغيب 20 يوم. كانت أيام صعبة، ما كانت الحياة سهلة مثل هلا. كانت صعبة كتير. ساعات بتمنى إنه نرجع نعيشها. كانت صفية صغيرة، كنت اتضايق كتير، مرات اتضايق من دون سبب. محمد ما كان يجي من قلبه يتركنا، بس كان مضطر. ومشان ما يخلينا لحالنا ما كان ياخد علي معه بسفرته. مين علي؟ سيف. كانت صفية تبكي طول الوقت، مشان هيك كنت اخد مراد لينام بالغرفة التانية. بس تو على جبينه، بس ما فاق. وقتها خليت باب الأوضة مفتوح شوي مشان اسمعه إذا فاق. أقطعكم شوي. Thank you.
مهمتك انك تخلصنا من ابراهيم باسرع وقت ممكن. اسماعيل جاب لك معلومات؟ لا، فهمت القصة وقال انه نحن لازم نرد على الروس. اكيد ما عرف انك رح تكلفني بهيك مهمة، قصدي اني خلص على ابراهيم وصفيه، بس هيك رح يصير في اكثر من دليل على الشخص يلي نفذ الاغتيال وقتل ابراهيم. هلا في عملية ضدي، حاول يقتلوني جوات بيتي وعم يتنصتوا علي وعم يراقبوني كمان. أنا معك تماما باللي قلته، في شي مو عادي يا مراد عم يصير هلأ، لازم نهدي اللعب ونخليهم يعرفوا بشكل غير مباشر إنه نحن منعرف مين ورا عملية الاغتيال، وبالنهاية لازم تكون النتائج مثل ما خططت أنا. لما نحن نحس بالخطر لازم من كل بد الباقيين يحسوا بالخطر، عدوي أنا اللي بحدده وبعرفه حق المعرفة، وهو إبراهيم عيسكلا. مين اللي دفع لك؟ اتصل فيني أخي عدنان وسألني إذا كان صاحب السفينة جمال رح يجي، وأنا جاوبته ما كنت عارفان شو بدهم. قالوا لي كب عليه الصحن ورح يحكوا معه بالتواليت ويسألوه كم سؤال. مين عدنان؟ يا عدنان ولاك؟ هذا واحد من زلم ميماتي. ميماتي إيده اليمين لمراد علمدار. قلن إني رايح لعند ضياء. أمرك سيدي. خذوا أوصوا زدتوه بشي محل فاضي. يسر على حليمك يا بيك، ارحمني مشان الله يا بيك، ارحمني الله يخليك، مالي علاقة بشي. شي نظيف. هاي المصاري. بدكم كمان؟ ليش في عندك؟ في عندي دفعة توصاية وبعطيكم إياها بنفس السعر. وشو وزنها؟ ضعف هي ونظيفة. إيه ما فينا ناخدها؟ ممكن بكرة، بس بيكون الدفع شندي. ها شبك شو شايفنا هربانين؟ البضاعة مو بمكان واحد ولازم نجمعها. نسأل ومنرد لها خبر، بس تكون انت جاهز. ان شاء الله ان شاء الله. اهلين معلم. اهلين عزت. شو لوحدك؟ ايه والله صار لي ساعة لوحدي. وين المعلم؟ المعلم برا. لوين راح؟ والله ما بعرف. بيطول؟ قال انه راجع. شو الاخبار؟ الاخبار كثيرة. يعني الصحة ماشي الحال. خلصتوا من جمال معلم؟
حاجتك حكي بقى، جيب لنا شاي. معلم كفاح بعت يخبرنا، قال جاي لعنا يزورنا. ولشو بالله؟ ما قال أي شي معلم، بس انقتل صاحب السفينة جمال على طاولته بالمطعم. مين؟ مين اللي قتله؟ لهلأ ما عرفوا مين قتله. كفاح عارف مين هو؟ يمكن جاي لحتى يخبرنا انه واحد منا. شو كأنه الأكل مو عاجبك؟ لا بالعكس، شكله طيب كتير. لكان ليش ما عم تاكلي؟ عم باكل. شو؟ أنا ما باكل على العشاء غير سلطة، فهمت؟ السلطة مو أكل، إيه ما بتشبع. إذا بتحبي بطلب لك سمك. قلت لك ما باكل. إيه هيك مو منيح، هيك بتدبلي. هي إجينا وأكلنا، حاجة تتغالص بقى. أنت متجوزة؟ لا، أنا ما بدي حدا يشاركني حياتي. دينا وأنا ما بدي حدا بحياتي كمان، بس ما بتعرفي شو نوع السيارة اللي بتمر جنبي، ومين بيكون راكبها، ومين ورا البلور بيطلع بعيوني. قلي شو بتشتغل انت؟ سؤال كتير بكرهه. وليش؟ لانه هذا السؤال اجوبته الى اكثر من معنى. عندي مكتب. مكتب عقاري؟ العقارات جزء من شغلنا. انت شو بدك فيني؟ قليلي شو عم تعملي هون؟ لا بتعرفي لغتهم ولا بتعرفي دينهم، ما بتعرفي اي شي عنهم. بعرف لغتهم وبعرف دينهم وبعرف كل شي عنهم. قولي والله. انتو بتبوسوا ايدين الكبار وعلى طول بتضربوا الاولاد الصغار. هاي اصول التربية عنا يا قمري. شو مبين ضربوك كتير؟ مين انا؟ اكلت قتل وفرقت واغلبه بالمقص من ورا النسوان. كيف جيتي لهون؟ بالباصات. كنت العب جمباز، شاركت بمسابقة وما عاد سافرت من هون، وهلأ عم اشتغل مدربة بصالة. شو هالجرأة؟ أنا لما كنت انزل على المدينة كانت أمي تخيط لي المصاري بتيابي. ولشو بالله؟ وقتها ما فهمت، بس كل مرة كنت قابل شي بنت كانت تلاقي المصاري. قلة أدب. شكرا، هذا السر لأول مرة بحكيه. وانت كمان احكي لي شي سر، ما تخجلي مني. مثلا شو رح تساوي بكرة؟ رح اشتغل. شو هالحظ وانا ما عندي شغل. رح اجي لعندك عالصالة ورح اتدرب منيح. عندي درس خاص، ما رح كون موجودة بالصالة. شو يعني درس خاص؟ من هلأ عندك طالب واحد أنا. تركي الشغلات التانية، خدي مصاري قد ما بدي. آه مصاريك ما بتهمني يا سخيف. إذا بدك تحكي هيك لا بقى تورجيني وشك أبدا، ودير بالك تجي على الصالة. ها هلأ بدل يلي ساويته، ليش ما قتلت كفاح؟ أنا ما رحت من شان قتل كفاح. طيب طالما قتلت جمال، ليش ما قتلت كفاح بعدين؟ كانت الفرصة قدامك. لأنه كان في كتير حواليه. وبعد ما قتلت جمال نقصه. معلم جمال غلط ودفع الثمن.
بس كفاح زتلنا رصاصة، وإذا غلط بخلص عليه. لو كان قتله سهل كنت قتلته يا ميماتي، بس الموضوع مو سهل. لو خلصت عليه ما كنت نفدت. هلأ كلنا ما رح ننفد. شفت؟ السياسة مثل اللعبة، قوى كبيرة وبتوجهك، بتوجهك على طول كيف ما بدها، ومو كل مين بيزعجك بتقتله، ولا بتخليك تهتم باللي بتحبه. بس نحن شغلنا مو مع كفاح يا ميماتي، بس من هاللحظة كفاح صار عدونا. مو انتو معلم، انا. ومين انت بالله؟ لا تدير وشك، انت انا. انا رح اقول انا يلي عملت كل هالشغلة من راسي. مفكر انه في حدا رح يصدق هالحكي؟ بتحط رصاصة بصحنه لكفاح وبتقول حضرتك انه انت يلي عاملها مو انا، مين رح يصدقك؟ معلم، نحن ما تعودنا انه نخاف من حدا. هو كان بده يموت، ما ترك لنا فرصة. ليش ما حطيته بالقبر بدل الرصاصة؟ ليش ما تحملت المسؤولية قدام الكل؟ السيف ولا ضيا كانوا هيب؟ ليش ما تحملت المسؤولية؟ لأنه قتلنا السكين. وتذكر انه انقتلوا خسروا قبل السكين. وهلأ شو بساوي؟ بروح وبقوله سامحني؟ إذا قلت لك رح تنفذ حكي وما رح تخالفه؟ ماشي، أنا بأمرك معلم. بدي إياك تغيب عن العين لفترة يا ميماتي. أنا جاي لأعرف إنه هالشي اللي صار بالمطعم كان بعلم حضرتك ولا من دون علمك؟ من دون علمي، بس جمال وبيستاهل إنه يموت. وأنت شو اللي زعجك سيد كفاح؟ كان قاعد على طاولتي، يعني كان بحمايتي أنا. إذا كان درويش ولا ابن سلطان أنا ما بعترف على غيرك، وهدول هانوني. ويا سيد ضيا، مشان ما رد عليهم بنفس الطريقة، حقي صار عندك. هاي الرصاصة. بدي راسه بالمقابل. وافقت على حكي اسماعيل ومراد كمان. شو شايفهم اثنيناتهم عم يحكوا صح؟ مراد عم يحميني واسماعيل بيحمينا. لكن مشان شو بدك يا إلهي لك طريق الموساد؟ يا اما هنن بيكونوا بيعرفوا اكثر منا وما رح نستفيد من معلوماتهم، او انهم بيعرفوا اللي بنعرفه تماما ومن دون زيادة. مراد قال انه المخابرات، ونحن عم نهاجم الروس بس. ايه طيب، اذا ما كان الروس ما رح نبين اننا ضعاف برأيك؟ انا برأيي الضعف الوحيد انه مبين رضيانين. مين هو عدونا القوي؟ الروس. وعدونا يلي ما منعرفه
أكيد رح يتفق معنا علينا. معلم قالوا لي إنهم رح يسألوا بس طمعوا. جماعة البضاعة من هدول بتقلن إنه اسمك خليل، بتاخد المصاري بعدين بتخبر عن الكل. معلم شايف رح تنطبش براسي ورح روح أنا فيها. وليش لتروح فيها؟ تفعل مصاري لشي واحد، وقتها بصير الكل يعرفوا إنك خليل. يلا نفذ أشوف. رح تصدي بالسجن يا خليل إبراهيم. هدول شو مفكريني؟ أنا كنت بالسجن مو بالمصاح. بس يا معلم البضاعة منيحة ونظيفة، لو كانت فخ كانوا صادونا، ما اشترينا كثير. طعم الخروف وشبعه قبل ما تذبحه. مين هاد اللي رح يجهز هيك كمية بسهولة؟ معلم عندهم طلبية وعم يجهزوها، وصيناهم عليها من قبل. ايه خلونا نشوف آخرتها. سليمان مور. معلم في شنطتين ملونين موجودة، أعطيهم للشباب بسرعة. تأمر معلم. اسمعوا إذا صار لكم أي شيء يا ويلكم تنطقوا بحرف واحد من اسمي، راح أعلق مشانكم بإيدي أنا. يا عبي نحن جبنا هالشحنات بلا مصاري، والزلمة عرف كيف يقدرنا مزور وعطانا إياهم هيك ببلاش. إن شاء الله يكون خير. آمين إن شاء الله يا رب. هلأ إجا دورك عبي، بدي إياك تفحص السيارات منيح وتشوف شو ناقصها. ماشي معلم. والشوفيرية لا تمشي حدا منهم إذا ما كان في داعي، بس لازم يغيروا طريقة شغلهم لأبيهم. هذا الشيء مستحيل. شلون يعني مستحيل؟ طريقة شغلهم يمكن ما تناسبنا، بس لحتى نعرف التفاصيل ويكون شغلنا ماشي منيح لازم ما نتجوز ونتكركب، ونسواننا أولادنا يحملوا الذنب عنا. ولك شو عم تخبص وتقول؟ احنا شغلتنا نوصل البضاعة، المخدرات مو شغلتنا. معلم بكل شاحنة في مخبأ سري، وهي الماكينات مسجلة ومتعودين يستفيدوا منها. قديش نعطي كل شوفير معلم؟ لك بالله هي شغلتي، يعني خلينا نقول شي 4000 بالشهر، وإذا لعب الشيطان بيعلو وربحوا 10000 بالنقلة يا سلام ما أحلاهم. بتكون نهايتهم إذا شالوا بضاعة من دون علمنا. معلم إيش مفكرون جبان؟ لحتى يقولوا البضاعة إلهم، لح يقولوا البضاعة إلك وتنطبش الشغلة كلها براسك. لك نفك هي المخابئ السرية كلها وخلصنا منها. بسيطة. طيب بعد ما نفكر معلم شو رأيك نعمل مخبأ جديد؟ ايه شو بدنا نستفيد منه؟ فنيا تقنيا نتأكد من هالشي كل مرة، كله بأمر الله، كل واحد شيطانه معه معلم، رح يلاقي له شي حيلة. أحسن شي نجيب شوفيرية جداد معلم. أحسن شي نبيع هالشحنات ونخلص، والله يلعن هيك تجرش وخسراني. يعني مين الأجدى بده يشتريهم معلم؟ حش السامعين. حبيبي أنا طالب. لوين رايح؟
ضروري روح جيب الدواء تبع ماما من البيت. ليلي شو هن والشباب بيجيبوه؟ حبيبي في شغلات خاصة لازم أنا روح جيبهم. لك ابني ما قلت لك بلا ما اجي لهون، رح كركبكن بحالي. شو هالحكي هاد؟ سارة رح تجيب لك كل شيء. امي لسه في شيء بدك يعني جيبه؟ لا. اتصلي فيني اذا تذكرتي شيء. ما في داعي تروح معي على المطار. بس المعلم قال لي روح معك. طيب مثل ما بدك. شو عاصم الباسبورات جاهزة ومعك؟ جاهزة. مقابل الأسباب الموضحة أعلى المدعي عليه ضياء يلمز بسبب ضعف قدراته العقلية والذهنية واحتياجه الدائم للمراقبة والرعاية ليست لديه القدرة الكاملة للمحافظة على حياته، وبسبب ذلك هناك احتمال كبير أن يعرض نفسه وعائلته لخسائر مادية ومعنوية كبيرة، ولذلك إننا نطالب أن يودع ضياء يلمز تحت الوصاية وإعطاء موكلة نسرين ابنة المدعي عليه حق الوصاية من محكمتكم الموقرة، المطالبة بذلك وكيلة المدعية. قضية العصر، ابنة ضياء تصنع الحدث. لك بتعرف انه حياتنا كلها غلط بسبب شغلنا، لا عم ننام صح ولا اكلنا صح، ما بنعرف شو عم ناكل. 1000 كاسة شاي باليوم، قاعدين على طول نستنى لتجي شي عملية، ضغط وتوتر. إذا ما لقينا حل صدقني رح نموت بكير يا عزة. كل يلي قلتون ما بيموتوا بشغلنا هاد، طمان. أنا عم بحكي عن الحياة الصحية وإنت عم تحكي عن الموت؟ إمتى رح تصير تفهم علي يا عزة؟ بقلك تور بتقوم بتقلي حلبه. شو هاد؟ قلي لشوف، تعرف شو عاصمة بولندا؟ أنت سألني عن حارتنا يمكن اعرف جاوبك. دخول بالموضوع. اي موضوع هاد؟ ما فهمت عليك. احكي لنا عن البنات. عندك درس رياضه؟ شو مفكرني انا اللي اتصلت بالبنت؟ اذا مفكرني هيك ان شاء الله ما بعرف الحب بحياتي. ضلت تتصل فيني اسبوع وما كنت رد عليها. اذا حكيت جملتين مع اي بنت تركيه ان شاء الله بموت من الجوع. أهلا وسهلا. مرحبا. الأغا هون؟ المعلم مراد مو هون معلم حكمات. شو في؟ فيني ساعدكم؟ هلا هيك الواحد بيحكي؟ أنا بحب أحكي بالوش، هيك متعود. أهلا وسهلا إياد. من زمان ما أجت رهف لعنا. إن شاء الله ما يكون في زعل. شو عم تحكي؟ إمتى رح يجي معلمك؟ مثل ما لك شايف بهالكم سنة الأخيرة صارت المافيا الإيطالية ضعيفة كتير، وهالشي طبعا فاد المافيا الروسية. بيشتغلوا مثل المافيا الصقلية، بيتخلصوا من أعدائهم بالتصفية متوحشين. مرابحهم بتتقدر بأكثر من 200 مليار دولار سنويا، وبالسنين الأخيرة بس بتركيا وصلت أرباحهم لـ10 مليارات دولار على أقل تقدير. خ
5%؟ ما بتوقع انه هذا هو الرقم يلي بدهم يوصلوا له بتركيا؟ صح، ومنشان هيك بدهم يخلصوا علينا. في عندهم حوالي 114 ألف عامل وثلاث ملايين حليف، مواد نووية، آثار، تهريب سيارات، أعضاء، وطبعا بالمرتبة الأولى الدعارة وتجارة البشر. وبسبب سيطرتهم على النقل عم ينجحوا كتير بتهريب الأسلحة والمخدرات. الفرقة الأشهر سونجيفوا، فرقة الشمس، هدول أخذوا اسمهم من شارع بموسكو. فرقة الشمس هي أكبر فرقة بأوروبا، برلين وروما وفيينا تحت سيطرتهم. معناتها بتعرفهم منيح. لما انهدم جدار برلين مروا الروس من فوقه، بس الألمان على الأغلب بقيوا تحته. في حدا منهم هون من الكي جي بي؟ هنن يلي بيأمنوا كل أنواع الحراسة، بيحطوا الأتراك بمواقع الرئاسة، بس الروس هنن يلي بيرأسوا. سمعان بأندري سالب؟ راح تسمع لما تقتل أهيسكالا، هو زعيمه الكبير بتركيا وبكل دول البلطيق وبليتوانيا. هنيك ما في حدا أقوى منه أبدا، هو وراء عمليات التفجير. عمره 33 سنة وهو زعيم التنظيم المعروف باسم كوركانسكي. 33؟ ليش مستغرب؟ قدك؟ الانتربول الروسي سأل إذا هالرجال موجود بتركيا ولا لا، لأنه حسب السجلات هالبارون الروسي كان عم يستخدم هاتف مسجل باسم حسن بلبل. وهاد حسن بلبل كان مستأجر فندق بأنطاليا، فندق لواحد من الوزراء السابقين. أهيسكالا شو بيساوي هون؟ عم يشتغل بطرق غير شرعية وعم يكسب ذهب من هذا الشغل. فيرجن، سايما، وبجزر الماهور يلي بالمحيط، وبمعظم الشركات الأجنبية الموجودة بيدخلوا بمناقصات على مستوى عالي كتير، بيشتروا معامل، مؤسسات، حتى نوادي لكرة القدم. طريقة الروس بالشراء واضحة للكل، ما في شيء من دون مقابل، بس طبعا اسلوب الدفع مختلف. معناتها اندريس سالب رح يلحقنا بعدين. وين رح نحصر اهيسكالا؟ ابراهيم الروسي رجال وحيد، مثله مثل كل الكبار، عنده حراسة فظيعة، ما بيسوي اي شيء وحده، دايما بتطلع من بيته سيارتين مع بعض نفس النوع ونفس النمرة. هو بيقعد بوحدة وشبيهه بيقعد بالتانية. إذا حاولت تلاحقهم مستحيل تعرف مين منهم الحقيقي. سيارات ضد الرصاص؟ أكيد.